ذوي صعوبة التعلم، عضو مجموعة العمل حول التربية الدامجة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعضو المرصد المغربي للتربية الدامجة. بداية كنشكر السيد المدير الاقليمي الذي اتاح لنا هذه الفرصة للتواصل، واللي غفلنا في اخر لحظة عاد عرفنا السي انور غادي يجي، لقاش هذا السيد فعلا فهو يستحق، كان يستحق دخلة رسمية. هذه ليست مجاملة. جيتي عندنا السي انور الاقليم ديالنا، ونبغيو الشهادة اللي كنقولوا في الدار ديالك نقولوها لك في الوجه ديالك. والسي يوسف اذا كان تقاعد غادي يجي، هو عنده جوج ديال لي شابو، الشابو ديال العمل الجمعوي، حنا الناس ديال الجمعيات على الصعيد الوطني يعتبرون السي انور البوكيلي جزء لا يتجزا منه. اذا هذه الجمل كان ضروري خصني نقولها. المسألة الثانية اللي بغيت نشيلها هو في إطار تثمين ما قام به أو ما قامت به المديرية الإقليمية بالعرائش من خلال الناس القدام والناس الجداد. فبشراكة مع جمعية أمل الأطفال ذوي صعوبة التعلم، صحيح أننا خدمنا على مجال اضطراب التعلم، ولكن يمكن نقول لكم أننا موضوع التربية الدامجة كان في الاهتمام ديالنا مع المديرية منذ 2016. في 2016 كنا عملنا اول لقاء في مدينه القصر الكبير، واللي كان كيدخل في الشق المتعلق بالتحسيس، واللي هضرنا عليه انذاك. كان مازال كنخدموا في المذكره الوزاريه ديال 2013 ديال سي الوفاء، ولكن دائما هي تصب في صندروس الاطفال في وضعيه اعاقه. فاذا عملنا لقاء كبير اللي حضروا له جميع الاحواض المهنيه والاساتذه ومديرين جمعيه الاباء. سي دغوغي عاوتاني كذلك عن جمعيه الاباء كان معنا، وعطى واحد 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 ليكلا في المجتمع. إذا من بعد عقدنا الشراكة مع المديرية الإقليمية، وخدمنا على ثلاثة المحاور. خدمنا على المحور ديال التحسيس، وهي محاور مازال عندنا لحد الآن الراهنية ديالها. إذا خدمنا على التحسيس، وخدمنا على التكوين، وخدمنا على التشخيص. ففي مجال التحسيس عقدنا أكثر من 9 لقاءات، 4 لقاءات مع الأحواض المهنية، واللي كنا هنا في العرايش وفي القصر الكبير في خميس الساحل. ومن بعد درنا مجموعة ديال اللقاءات طبعا في الشق التحسيسي بمجال اضطراب التعلم، ولكن كنا لا نجد بدا من اننا نهضروا على جميع الاعاقات، وانا ذاك الاطار المرجعي ينص على 6 الاعاقات بما فيها اضطراب التعلم. اذا صحيح اننا كنشتغلوا على اضطراب التعلم، ولكن كنقولوا بان الاعاقات المعتمده او المنصوص عليها هي التوحد والشلل الدماغي السمعي والبصري. اذا من بعد عاوتاني درنا مجموعه ديال اللقاءات التحسيسيه لفائده مدارس في القطاع الخاص وفي القطاع العام، طبعا على مستوى القصر الكبير وعلى مستوى العريش. هاد العروض التحسيسيه يمكن نعتبروها عروض كانت داخليه، ما بقيناش غير الداخل باش خرجنا للمجتمع، وخصوصا باننا هضرنا على موضوع تندرس الاطفال بوضعيه اعاقه، هو موضوع عرضاني. فالكرنفال اللي كتنظمو كل سنه المديريه الاقليميه، خرجنا من خلال واحد العرض هو بسيط ولكن كان جد مثير. هذوك الشخصيات اللي كيعانيو من اضطراب التعلم، اديسون وكذا وهذا، درناهم في صور وخرجنا في عرض السعر هذاك بالتصاور، وخلقنا هذاك السؤال عند المتلقي، شكون هذا كيعرفو طوم كروز ولكن اش كيدير هنا؟ لا راه الى تا ديسليكسيك، راه وعطات فعلا واحد الاكل ديالها في هذا الكرنفال. كذلك نظمنا في نوفمبر 2018 لعقلتي يا سي انور الملتقى الجهوي الاول للتربيه الدامجه، كان غيكون معنا ولكن وقع ديك لورد ميسيون هو اللي حرمنا منك ديك 2018، ولكن الخطا ديالنا حنا تعطلنا. اذا نظمنا حتى الملتقى الثاني ولكن ما كمالش، كانت بعض الظروف الصحيه اللي مريت بها، ولكن انه هذا كامل كان مسائل التحسيس طبعا على المستوى الاقليم عطات الاكل ديالها، ولاو اساتذه اللي لقيناهم فعلا خصوصا في مجال اضطراب التعلم، انه لا بروميير فوا كيسمع لا ديسليكسي لا ديزورتوغرافي، ولكن كان واحد التجاوب، ولاو على الاقل بحال الاسر اللي كنحسبناهم قال لك اودي بقينا كنلقاو ديك التجاوب وديك القبول في القسم، خصوصا انهم ما كيكونوش عندهم اضطراب التعلم، عندهم مشكل مثلا ديال اي خروج ولا شي حاجه اللي كتكون تعيق العمليه التعلميه. اذا هذا على مستوى التحسيس. على مستوى التكوين كوننا 60 استاذ في مجال اضطراب التعلم مشاركه السادات سي محمد البكاوي، 30 استاذ العام الاول و30 استاذ العام الثاني، بالاضافه للتكوين دابا ديال يوسف. فثلاثة ديال العناصر عندنا من هنا، الأستاذة حورية والأستاذة خديجة والأستاذة الدويراني. إذا عندنا ثلاثة ديال الأطر
الان مكونه ببرنامج يسر ديال مجال طلبة التعلم، واللي حتى هو خصنا ندخلوا في ديك البرامج الاستاذه حوريه. اذا عملنا هاد التكوينات. بالنسبه للتشخيص، في التشخيص في السنه الاولى كانت في الموسم 2017-2018 عملنا تشخيص واستهدفنا 10 ديال المدارس مدينه القصر الكبير المستوى السادس. كان داك التشخيص في اطار تكوين الملف الطبيه، هو مشكل علاش قلت باقي راهينيه ديالو كاينه، اي باقي عندنا المشكل ديال الملف الطبي اللي هو كيعمل اشكال انك تصنف شي من ديال الاعاقه، وانه ممكن يستفد من كل ما هو قانوني. ففي المذكره الوزاريه والقرار الوزاري الاخر راه كتبدا الفصل الاول راه اللجنه الطبيه، اذا المقاربه الطبيه رغنا رغبه اننا تجاوزناها على مستوى التعامل مع الاعاقه، ولكن على مستوى تصنيف الاعاقه كتبقى المقاربه الطبيه هي المقاربه الوحيده. يمكنش غنصنف شي اعاقه الا ما كانش طبيب، وبالتالي على جانب التصنيف عندي الطبيب، ولكن الجوانب اخرى تندرس وهذا عندي مقاربات اخرى حقوقيه واجتماعيه. فاذا ملي عملنا هذا الديبيستاج هذا مع جمعيه شركه، واللي استخدمنا حوالي 31 ما بين اورطوفونيس وبسيكومتريس وبسيكولوج، قدرنا نخدموا مع 560 تلميذ. السنه الثانيه كنا راشي واحد البروجي من وزاره الصحه، اذا مولدنا الصحه انا ذاك هنا مشكل ديال التمويل راه حنا انتم كتعرفوا، ولكن ملي كتلقاه كتخدم ديك الساعه. خدمنا القصر الكبير كامل وحتى العالم القراوي. فاول ديبيستاج كان على مستوى الباديه، مشينا للباديه وخدمنا مع الوليدات ديال الخامس والسادس، ما مجموعه 3369 تلميذ اللي قمنا بدراسه مسحيه برامج اللي هي معتمده على الصعيد الاوروبي، مع الاشاره ديال ان كاين مشكل لادابتاسيون وكذا، ولكن حاولنا ندير واحد المجهود وخدمنا افيك ان روبيراج اورتوغرافي كوليكسيف اللي في الشق الثاني ملي كندوزو للديبيستاج ولينا خدمنا غير مع الوليدات ديال السادس وباش يستافدوا من تكييف الامتحانات. وفعلا تحط ملف ديال 80 ملف اللي استافدوا من هذا التكييفات. اذا هذا تتمين ما تم انجازه. ما اريد ان ادلو بدلوي في هذا المجال الشكل المتعلق بعرضيه الموضوع. كاين واحد الفاعل اللي ما كنذكروهش، هو اللي كنا هضرنا عليه سي انور، هو الفاعل الترابي. الجامعه الترابيه عندها دور تنزيل امثال التربيه الدامجه من خلالها، وهذه كنطلب من الناس اللي غادي ياخذوا التوصيات ديال هذا اللقاء يقيدوها، هو انه حاليا حفظ الصحه اللي كان بنقول الجامعه الترابيه ولات لونسا هي اللي كديرو. لو سيكوموتريسيان لورتوفونيستيكولوج سي ستاف باراميديكال، والدولة ولا الجامعة الترابية عندها الحق توظف هذاك الإطار وديرو على ديسبوزيسيون ديال وزارة التعليم. آنذاك ممكن أن قسم موارد نلقاو بالإضافة للجمعية الشركة الناس اللي غادي يسيروا. وفي الأخير كنستسمح إذا أطلت، وشكرا جزيلا للجميع. شكرا جزيلا سي مصطفى.